من الوسيلة وفضل جماعة المقام محمد الذي وعدته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على الصادق الوعد الأمين سيدنا محمد الرسول الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. فيا ربنا نسألك أن تعلمنا كما علمت إبراهيم، وأن تفهمنا كما فهمت سليمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، فيقول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر إلى آخر الآيات. أيها الإخوة المؤمنون، فالعاقل يلحظ أن ظاهرة الدجل والسحر والشعوذة في تزايد مخيف، وإلى عهد قريب ما كنا نسمع عن السحرة والمشعوذين إلا قليلا، وكان من يظهر عليه التعاطي للسحر والشعوذة والخرافات يهجر وينبذ ولا يتعامل معه. أما اليوم فأصبح السحر ظاهرة شبه مقبولة في مجتمعنا، وترى السحرة والمشعوذين في كل الأحياء والقرى والبوادي، ولهم بيوتات ودكاكين يزاولون فيها أنشطتهم النجسة والخبيثة. فهذه ظاهرة غريبة على مجتمعنا الإسلامي، وقد قدرت تقديرا فرديا أن عدد المشعوذين والمشعوذات في المنطقة الشرقية وحدها يفوق 70، 70 يفوق 70 مشعوذ ومشعوذة الذين يتعاطون للسحر والخرافات. وهناك إحصائية ميدانية حديثة تشير إلى أن نصف نساء العرب يعتقدن بفعل الخرافات والشعوذة والسحر، وأن العرب ينفقون ما يفوق 5 مليارات دولار، 5 مليارات دولار على السحر والشعوذة والخرافات. ولست مبالغا إن قلت لكم أن 80% من الأسر تفكك بسبب الشعوذة والخرافات، وشبه كل يوم يأتيني من يسألني مثل هذه الأسئلة، فيقصدون السحرة والمشعوذون
فيقصدون السحرة والمشعوذين وكل ما يشعر به من ألم وحزن وفقر فيشكو هذا ويلقيه على الساحر، والساحر والمشعوذ من صفاته الكذب، فيقول لقاصده: لقد وضعوا لك السحر في عتبة الباب. والآخر يقول له: لقد أكلته. والثالث يقول له: لقد تخطيته. والرابع يقول له: لقد وضع السحر لك في المقبرة المنسية. وهنا يسأل القاصد المشعوذ والساحر: من الذي سحرني؟ ومن الذي فعل بهذا؟ ومن الذي سلط علي الجن والشياطين؟ والساحر والمشعوذ فيجد فرصة سانحة للانقباض عليه ماديا: أن تعطيني كذا وكذا لأخبرك بكل التفاصيل. الذي وضع لك السحر أختك، أخوك، حماتك، جارك، عدوك، امرأة ما هي بقصيرة ولا طويلة هي التي وضعت لك السحر، امرأة في وجهها خانة وعلامة. وهنا تبدأ الشكوك، تبدأ الشكوك والاتهامات للناس، وتبدأ العداوات تتسرب إلى الأسر، ويبدأ قطع الأرحام بين الناس، وقد يؤدي والعياذ بالله إلى الاقتتال بسبب الساحر الكذاب والمشعوذ. ولذلك الإسلام حارب السحر والمشعوذين، فحرم التعاطي للسحر والشعوذة والتعامل مع الساحر، فقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لأن الذي لا يضر إلا الله ولا ينفع إلا الله ولا يطلع على الغيب إلا الله ولا يرزق إلا الله ولا ينزع منك النحس إلا الله ولا يعطي الحظ والخير إلا الله، ذلك مقسم ومكتوب عند الله. أما الساحر فلو يعلم شيئا لنفع نفسه، فلو يعلم الغيب لنفع نفسه وأصلح نفسه. وللأسف أن القانون الجنائي لا يتضمن إلا عقوبة خفيفة، وهي عقوبة مالية، هي من الدرجة الثالثة، عقوبة مالية تصل إلى 10 أو 120 درهم، إلا إذا رفع دعوى الذي احتيل به، فالقانون يتدخل على أنه نصاب ومحتال. وللعلم فإن المتعاطين للسحر والشعوذة لا يخافون الله عز وجل، فقد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. احذروا السحر والسحرة والشعوذة كما تحذرون الشرك والبدع، كما تحذرون الشرك بالله عز وجل. ف
فنتعامل بعقولنا مع واقعنا مع أنفسنا مع أولادنا مع ما نحتاج إليه في حياتنا. فإن كنت فقيرا فابحث عن أسباب الرزق والكسب، وقد يكون هناك سحر حقيقة، ولكن لا يقع الضر إلا بإذن الله عز وجل. قد يقول يكون السحر للتفريق بين الزوج وزوجته، ولكن لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. ففي هذا الحال نحصن أنفسنا بذكر الله بقراءة القرآن. فإذا أصبحت وقرأت قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس يوميا وفي كل صباح، لن يضرك سحر. وإذا قرأت سورة البقرة في بيتك لن يضرك السحر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستطيعها الباطلة. فحصنوا أولادكم بالإيمان، حصنوا أنفسكم بذكر الله والأدعية، فلن يضركم شيئا، وغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، فإن الجسد الفاقد للمناعة معرض للجراثيم، فلا بد للإنسان أن يبحث عن المناعة وأن يقوي جسده بالمناعة. كذلك العلاقة المعنوية، العلاقة مع عالم آخر. فإن كنت فاقدا للإيمان والتقوى والخوف من الله عز وجل، ولا تذكر الله إلا قليلا، ولا تحافظ على صلواتك، فإن جسدك معرض للجراثيم الشيطانية، لقوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. البعد عن الله عز وجل يقربك إلى الشيطان، والبعد عن الشيطان يقربك إلى الله. وإذا كنت قريبا من الله فأنت في أمان، أولادك في أمان، زوجتك في أمان، مالك في أمان، حياتك في أمان، لأنك في بقرب الله عز وجل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم اجعلنا من المتقربين إلى الله ومن الذين يتقربون إلى الله عز وجل. اللهم آمنا في أبداننا في أوطاننا، اللهم اجعلنا من الآمنين، اللهم اجعلنا من الآمنين.